طبعا اني توم الاسطوره. طبعا اني اليوم راح اتفطر. شوفوا شنو راح اتفطر. راح اتفطر هاي شنو؟ لا بقيت انا سمكاتيان يا شباب. لا اصلا اني كريت السمك يا شباب. والله العظيم ورطه هاي. او ماي جاد شلون ورطه هاي يا شباب. والله العظيم السمك شو اسمه قرب يخلص من عندنا. عندنا فقط حبيتين سمك يا شباب. والله العظيم ورطه هاي. والله العظيم شنو منو فتح الباب مالتي؟ والله ما ادري شنو السالفه يا شباب. دقيقه شباب خليني ادخلنا هسه شوي ايرونات على شوي شغلات بلكت انه احنا نروح نصطاد لنا هيك فت فأر او نشوف لنا ذاك جيري. والله العظيم اني ودي انه اني اقطفه شباب او اكمشه حتى اكله، لان يقولون انه القطط يحبون الفئران ويقولون همين انه الفئران جدا جدا لذيذين، واني اريد اكل الفأر لان اني قط او اني بزونه، فاني توم اعتبر من البزازين او بزونه، فليك انه اني ودي اكل مره بحياتي اجرب فأر. كل يوم سمك كل يوم سمك كل يوم سلمون. شو السالفه يا شباب؟ يعني صحيح انه اني غني وتوم هو الفقير، اقصد وجيري هو الفقير، ولكن اني جدا اسطوري يا شباب. اوكي اوكي كلش 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 حلو. اوكي دقيقه خلينا نطلع اللي برا. او صار شنو؟ هذا شو مسوي انت؟ شنو مسوي؟ شنو مسوي يوني؟ شنو مسوي؟ هاي شنو؟ منو قلب شو اسمه؟ يعني الحفرة مالتي صارت مال جيري والحفرة مال جيري صارت الي، شنو السالفة يا اوغا؟ يعني شنو دروني؟ يعني شنو دروني؟ يعني وين ادري؟ او ماي جاد يا شباب، والله العظيم هاي الحفرة مالتي، هاي وخر علي، هاي مال جيري، وخر علي وخر علي، وخر علي يا اوغا، والله العظيم قلت لك، والله العظيم. يا اخي مو انا اللي سويتها هاي، هذا جاري البارحة بالليل وغير هذني اللوجوات او غير هذني العلامات، يعني جيري خلاها مكان توم وتوم خلاها مكان الجاري. والله العظيم يا شباب اني هذا الي مو مالت جيري. لا 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 لازم اكسرها باي طريقه، لازم اكسرها. يا شلون ورطها هاي؟ ارجوك يا اوجا غير لي اياها. شباب شوفوا يعني اني امتلك هذا النفق الدايموند ولكن بعلامه جيري، يعني هسه جيري صاير غني واني صرت فقير. والله العظيم لازم انتقم من هذا جيري يا شباب. بس شلون ورطها هاي؟ اي اي انا اقعد احكي وياك، ترى ممنوع انه انت تكتل جيري، يعني انا الحارس مالك. ايه انت اسكت شلك علاقه. يا ربي يا ربي تورطنا شباب. والله العظيم ما اعرف شنو لازم اسوي. خلي اكل السلمون، خلي اكل السلمون، خلي اكل السمك يا شباب. والله العظيم لازم انتقم باي طريقه من هذا الجيري. والله العظيم لازم اكل باي طريقه. دقيقه خلنا ناخذ الناس الايرونات مالتني وناخذ البوجينات مالتنا والشغلات مالتنا وراح اشوف ايش راح اسوي لهذا الجيري. حرفيا كرهته، انا اكره الجيري. راح اخذ السيف واقتله. والله العظيم راح اقتله. تعال جيب السيف، جيب، تعال تعال يا جيري الورع. يا الورع ليش تتغير بالعلامات مالتنا شباب؟ شوفوا علامه الجيري صارت موجوده بالبيت مالتي، بالحفره مالتي، بالنفق مالتي. والله اوغا راح ادخل الجيري. راك جيري افتح لي الباب، افتح لي افتح لي الباب. اي اي انا اقعد احكيك طلع برا. والله العظيم راح اقتله، راح اقتله خالي. اوكي اوكي خلاص اسف اسف. والله العظيم يا شباب لازم نشوف لنا طريقه حتى انه احنا نقتلنا من خلال هذا الكلب الورع اللي هو هذا جيري الغبي اللي هو الفأر الخايس. فا اوكي اليوم قررت انه انا راح اسوي لي مكان به لافا. شباب شوفوا شنو راح اسوي. شوفوا راح اسوي لي باكيت ويمين بالله راح اسوي لي مقلب حتى ذاك جيري انتقم من عنده وحتى اخلص من يمه. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب هسه خلي نروح ننتقم من هذا الجيري. اوكي خلينا نطلع. اي انا اقعد احكيك، تعال وين رايح؟ انا الحارس مالتك اوجا. تعال هاي هاي شنو تبي يا اوجا؟ شكو شكو شنو؟ اي ممنوع ممنوع تطلع، ممنوع تطلع من فوق مالتك. انت شلك علاقه يا اوجر؟ انقلع. اي تعال تعال راح يخصمون من عندي الراتب. لا او ماي جاد شباب حرفيا هذا الورع اوجر ما يريدني اقعد بالبيت مالتي، يريدني ما يريدني اقصد ما يريدني اطلع من البيت، يريد دوم اطلع. اوكي فاني لازم اشوف باي طريقه شلون احصل لي حتى اجيب لي مقلب. فما اعرف الصراحه من وين راح ادبر لي مقلب هسه او لافا. والله العظيم محتاج شوي لافا حرفيا، ما اعرف من وين المكان المناسب اللي راح احصل لي فيه اللافا شباب. بس خلي ننزل بهذا النفق، جزء احتماليه جدا جدا كبيره انه اوكي طقنا بوجي نايت فيجن كلش تمام، طقنا واحد. فخلي ندور على اللافا، يا رب نلاقينا لافا بطريقه جدا سريعه. لك شنو هاي؟ ماكو لافا بولا مكان، غريبه شباب حرفيا غريبه. هذا كان خايس، خلنا نطلع من خلاله. ما يفيد ما يفيد هذا المكان ما يفيد. او ماي جاد او شنو رايكم نغرق يا شباب؟ ايه علبه علبه الفقره رهيبه. اوكي راح اسوي لي المقلب كالاتي شباب، انه اني من خلال هذني الباكيتات ما دقيقه شباب لازم نسوي لنا بعد باكيت ماي ثاني. ليش؟
لان اني اريد اترس المكان كله شنو كله ماي حتى اغرق اي لان اذا راح يغرق جيري راح انتقم منه وراح يختنق وراح يموت وراح نخلص من عنده. هاي تعتبر فكره جدا جدا اسطوريه. ولكن المشكله هي عندنا هي كل اختصار. اوكي يا سري تعالي خلي اجيبه. اوكي اي لك برا برا يا الحصان يا الورع. شنو ورع الحصان موجود هاي؟ نعم 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 نعم. اوكي طبعا المشكله انه هذا اوجا الورع حرفيا دمرني شباب، فخلاص راح ارجع للبيت مالتي وراح ابني لي نفق من بيتي الى بيت جيري، ولكن بطريقه ما لازم راح يعرف بيها الاوجا. اوكي فدقيقه شباب جت لي فكره احسن من هاي. راح اقول له اوجا راح اسوي لك سحر. اوكي بعدين راح اسوي شوف 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 شو راح اسوي. اي اوجا اوجا اي اي شنو تريد شنو تريد اوجا؟ اريد اسوي لك سحر. يلا يلا شوفني يلا سحر شوفني شوف 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 هذا السحر شوف 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 راح اخليك تختفي راح اخليك تختفي. اي ولك ايش جاي تسوي؟ اي ولك اي 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 شنو السحر يا اخي؟ شنو السحر اللي راح تسوي؟ شنو اي طلعي من هنا؟ اي لا الدنيا ظلمه صارت. الله لا يوفقك الدنيا ظلمه. اي 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 شباب راح تضبط الخطه راح تضبط. اوكي اوكي لا 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 تجينا بكاكس. اي ولك ايش راح تسوي يا ورا؟ ايش راح تسوي؟ لا طلعني من هذا المكان، ما عندي اكس حتى اقدر اكسر هذا المكان لك. شو تسوي يا ورا؟ لا اي 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 شباب ليتس جو خلينا نكمل ليتس جو ليتس جو. راح تضبط راح تضبط الخطه والله العظيم راح اسوي لي فخ يمين بالله. راح اخلي لي هذا الورع انه هو راح يموت شباب ان شاء الله راح يموت. اوكي هسه خليه يجي بهذا المكان ويختنق وراح يغرق بالماي شباب. والله فكره رهيبه. طبعا انا راح اسوي لي هذا الماي حتى فقط اقدر اني اطلع شباب وبعدين اشيله وان شاء الله هو بس اعتقد راح يروح الماي اذا على هاي الوضعيه شباب، لان انه كانه اني جبت العيد. اي اني اقعد احكيك اني الحارس مالتك الشخصي. تعال هاي افتح لي هذا يا ورع يا غبي افتح لي هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. اي افتح لي افتح لي يا ورع. لا اي اسكت 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 يا اوجا. هسه هسه اسوي لك بالسحر والله العظيم. دقيقه بس اصبر لي شويتين اصبر لي اصبر لي شويتين اصبر لي ثاني. جايك جايك جايك. لا شباب او ماي جاد حرفيا تورطنا شباب. فدقيقه خلينا نسوي لنا كرافتنج تيبل. وش راح نسوي؟ خلينا نكسر لنا هذا المكان شباب قبل نموت قبل نموت. هل نقدر انه احنا نلحق نسوي لنا شافل شافل شباب؟ حرفيا نحتاج شافل. راح اموت راح اخترق راح اخرق راح اخرق اني مكان ماي راح يغرق ذاك الورع. الله لا يوفقك. لا راح اموت شباب. لا 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 اصعد 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 سريع 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 سريع. قلبين قلبين بقينا على قلبين شباب. اوكي خلينا نكسر النهايه هسه اول مره كلش حلو. هسه خلينا ناخذ لنا البكت الماي. اي راح ينزل لنا راح يخرق شباب. اوكي خلي الحفره هيج وكلش تمام. اوكي يا ورع طلعني طلعني يا ورع طلعني. اي هسه راح اطلعك هسه راح اطلعك. ما عليك انت ما عليك. اوكي ماكو مشكله. هسه خلينا نسد الباب لك. شنو هاي الباب ما جاي ينسد؟ هاي يا باب المات الايرون. الو 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 ممكن انه انت تنسد؟ اي ارجوك اي انسد خلاص خلاص. لك شنو هاي يجيعني؟ يلا ماكو مشكله شباب احنا خلينا نروح ننام اول مره. ليتس جو. ماي جاد والله العظيم ما قدرت انام. والله العظيم دا اسمع بصوت جدا جدا غريب، صوت عراق او شجار. اكو اثنين دا يتشاجرون، اكو واحد دا يقول جيري واكو واحد دا يقول تام، بس اكو الليله كامله البارحه كان اكو صوت تكسير وصوت انفجارات وما ادري شنو، فوالله العظيم منو هذني الاشخاص اللي دا يكسرون ودا يخربون بهاي المنطقه؟ والله العظيم ما دا اعرف شنو السالفه شباب، خلينا نصعد اللي فوق، دقيقه اول مره خليني البس الدروع مالتنا الحمر. هاي شنو الدروع مالتنا الحمر وين راحوا؟ لا 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 شباب لازم انه احنا ما نطلع، انه احنا لازم يكون عندنا دروع حمر. ليش؟ لان احنا يا شباب عندنا حفره اسطوريه حمراء، شوفوا قد كبيره والله العظيم اسطوريه، ولازم همينا يكون عندنا دروع حمراء. الله والله فشي كلش حلو شباب. لك شنو هاي؟ ليش تورشايات ناقصات؟ فخلاص راح نسوي لنا تورشايات بهاي الطريقه، كلش تمام. ناخذ لنا كالعاده الوندايا مالتني الاسطوريه عندنا 32 دولار شباب. زين زين الشغلات اللي عندنا تمام. طبعا عندنا اذا تلاحظون كميه زينه مال ايرونات، يعني ليش ما نخليها تطبخ شباب؟ فخلينا فرن بهذا المكان ونخلينا هذا شنو؟ وخلينا هذني الفحميات يطبخن شباب، لان يجوز نحتاج لنا ايرونات بالمستقبل شباب تمام. فاعتقد انش كلش كافي شباب. ويلا خلينا نشوف شكو شنو السالفه. شنو هذا الصوت؟ منو هذا اللي يسوي بهذا الصوت كله الضجيج؟ بس لا يكون هذا الشخص اللي عند الحفره مال البرتقاليه. هاي ولك لك دقيقه خلي اروح لشباب. هاي شنو؟ هاي شنو؟ مو بيت اوه عنده 64 بطلايه اكس بي تمام. راح اشتريهن ب 10 دولارات طبعا بالسوق ينباعن ب 5 دولارات، فاني اعطيت 10 دولارات حتى ما يزعل علي انا هذا اللي عنده حفره برتقاليه. واو شباب طبعا انا اشتريت الاكس بي حتى نشمرن على نفسنا، وبالتالي نقدر ننتقل من مكان الى مكان ثاني عبر هاي الوانداي الاسطوريه. اوكي هاي شنو هاي شنو هاي شنو شباب؟ والله العظيم شفت شيء مره غريب. لك شنو هاي؟ اوه يا ساتر اوه ماي جاد نفق جيري هذا الفأر
واني اقول شنو سالفة هذا الشجار والعراق وصوت الانفجارات. ها يعني توم وجيري دا يتعاركون، توني افتهمت. واو يا شباب، بس والله العظيم اني ودي اشوف لي توم، اودي اشوف اني جيري حرفيا، ما دا اعرف اريد اشوف. انا الصراحة من كنت اني وصغير دوما كنت اباوع توم وجيري يا شباب. واو دقيقة بس، هذا منو اللي موجود هنا؟ هذا كأنه مو صديقي اوغا. والله هو، والله هو يا شباب. دقيقة دقيقة، وهذا الكلب مال منو؟ زعتر، زعتر. هلا والله، طبعا هذا الكلب مالتي. او زعتر هذا اني جبتن الي انت؟ ايه 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 طبعا اني زعتر دا احكي. طبعا اني جبتن استاك 17 حبة دايموند و4 دولارات وثلاث حبات مال 25 سنة. والله يعطيك العافية زعتر، الله يعطيك العافية. الله يعافيك الله يعافيك، بس والله العظيم اتمنى انه انت تغير اللون مالتي من اصفر الى احمر، لان اني احبك واحب اللون الاحمر. ابشر ابشر ابشر. دقيقة شباب، لازم ندور لنا على ورداية حمراء حتى نصبغ لنا الفروة مالت زعتر، نصبغها باللون الاحمر. اوكي وين زعتر؟ تعال زعتر، لا تخلي اشي بقلبك. هسا اني والله العظيم راح اعدلك واضبطك خالي. يلا تعال هسا خلينا نعدله. تعال ابلع ابلع. الله يعطيك العافية، والله العظيم راح ابقى اجيب لك دايموند. شكرا لك شكرا لك. يلا ماكو مشكلة، بس هسه خلي نشوف نشوف شنو سالفة اوغا يا شباب. لك شنو هاي؟ هاي اوغا، صباح الخير. هلا هلا امير، شلونك؟ شلون الصحة؟ الحمد لله وشكرا على كل حال. اوغا لك شنو هاي؟ ايش جاي تسوي هنا اني؟ اي طبعا اني وظفوني انه اني احرس بيت توم وبيت جيري الدايموند. ليش؟ لان يقولون هاي الايام دوما اكو صوت ضجيج، ودوما يسمعون بالليل صوت انفجارات وتفجير وتكسير مال قزاز وما ادري شنو. فاني اتوظفت لشنو؟ على مود انه اني احرس بيت توم وجيري وما اخلي ولا واحد بيني يطلع من الغرفه مالته او من البيت مالته. اوه يعني انت كلفوك انك تشتغل وياهين؟ ايه ايه طبعا اني جدا فرحان، لان الصراحه طفولتي كامله كانت اباوع توم وجيري، ولكن هسه صارت الشغلات تختلف، يعني صارت اني الحارس مالتهم الشخصي. والله العظيم جدا فرحان. ولكن اوغا بس قل لي، ايش قد يدفعون لك توم وجيري على مدة تحرس البيوت مالتين؟ والله العظيم توم وجيري يدفعوا لي كل يوم 500 دولار. يا ساتر، او ماي جاد شباب، اوغا كل يوم ياخذ 500 دولار، يعني بالعشرة ايام 5000 دولار، يعني بالشهر 15000 دولار اقدر اشتري لي سيارة احلامي يا اوغا. اي اي انا امين راح اشتغل شهر كامل وراح اخذ سيارة احلامي، وانت ما راح تبقى بلا سيارة. والله اني جدا فرحان. ارجوك اوغا شغلني وياك، والله العظيم مستعد انه اني ايش اسمه احرس بيت توم وانت احرس بيت جيري. لا لا ما يصير يا ابو المور، شنو السالفة؟ انا مستحيل اقدر اسوي هيك شيء. ارجوك يا اوغا خليني اشتغل وياك، على الاقل عطني شوي فلوس من انت اللي تاخذين. لا لا مستحيل مستحيل خالي، راح انقلع انقلع. طيب على الاقل خليني اشوف توم، اريد اشوف توم اني. لا شنو تشوف توم؟ شنو ممنوع ولا واحد يدخل لهذا؟ ممنوع ممنوع، ما حد يقدر يشوفه، وانت همين مستحيل تقدر تشوفه خالي، شنو السالفه؟ او ماي جاد ارجوك والله العظيم ودي اشوف لي توم، ودي اجرب احاكي، ودي اشوفه، لان والله العظيم حلمي من اني وصغير انه اني اشوف شخصيه كرتونيه في الحقيقه. ارجوك يا اوغا. لا لا روح انقلع، انا الوظيفة مالتي انه انا ما اخلي اي شخص يدخل وما اخلي توم او جيري يطلعون من النفقات مالتهم. فيعني انت هسه لازم تنقلع، اوكي؟ انقلع يلا انقلع. او ماي جاد يا شباب تورطنا، يعني هسه احنا ما راح نشوف لا توم ولا جيري، والله العظيم ما ادري شنو السالفة. طيب دقيقة اجت لي فكرة، شنو رايكم نعطينا الاوغا شوي فلوس؟ راح نعطينا كل هذا الفلوس اللي عندنا. دقيقة شوف ايش قد عندنا بعد فلوس. اريد ارجع للبيت مالتي. اي كلش تمام، شوف بعد ايش قد عندنا فلوس، راح اعطي كل الموارد اللي عندي يا شباب. اوكي هسه كلش تمام، هسه خلينا نرجع الاوغا ونشوف اذا راح نعطيه فلوس راح يقدر يقبل انه احنا يخلينا ندخل الى نفق توم وجيري او لا. يا اوغا يا اوغا. ها 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 شكو شكو، شو تريد؟ والله اوغا اني هسه مستعد انطيك ستاك دايموند و17 حبة دايموند و26 دولار وحبة ايميرالد، وهذا اني كل شغلة تاخذين، والله العظيم اخذين، على مود انت تخليني اشوف بس توم او جيري. لا لا اخذ فلوسك خالي، انا ما اريد اخسر وظيفتي، يعني انا باليوم اخذ 500 دولار وانت جاي تنطيني هذني الفلوس مال الفقراء، شو السالفة يا اخي؟ روح انقلع يلا انقلع. او ماي جاد يا شباب والله العظيم اني جدا جدا حزين، بس شلون ورطه هاي؟ والله العظيم ما دا اعرف شنو لازم اسوي، خلاص شو راح اسوي؟ يا سير ارجع لبيتي. او ماي جاد شباب اوكي راح ارجع لبيتي
وش راح اسوي شباب؟ راح نخلينا الاغراض مالتنا بهذا المكان، خلي نروح ننام شباب، خلاص انا بعد مليت من حياتي، هاي شنو دعت النوم ما يقول لي نام، شو السالفه؟ اوكي حصلنا 29 حبه ايرون، طبعا نشوف شنو ناقصني، اي ناقصني او عندنا دايموند، احنا ما حاجه انه احنا نسوي لنا شو اسمه، نسوي لنا بكاكس او سيف او من ايرون، فعندنا دايموند، فخلاص شباب انا ما عندي شيء اسوي ثاني غير انه انا راح انام، شنو السالفه؟ لسه ما صار الليل؟ اي هسه دا يصير الليل، او ماي جاد وقت الغروب. ولكن اريد اشوف توب او جيري يا شباب، او ماي جاد والله العظيم انقهران، يلا ماكو مشكله ان شاء الله خيرها بغيرها، تصبحون على مليون تريليون خير. نم 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 نم. اي ساعدوني يا ناس، اني اوجا ساعدوني ساعدوني. ها ها ها، من هذا اللي دا يطلب المساعده يا ساتر؟ او ماي جاد شباب اكو واحد دا يطلب المساعده حرفيا، ما دا اعرف من هذا الشخص اللي راح يطلب المساعده. او ماي جاد بس اني كلش جوعان، اني جيري القط او الفأر، اقصد اي الفأر اني جيري محبوب الملايين، خلينا ناكل هاي الجبنايه الاسطوريه لان اني جيري احب كلش هواي الجبن، فناكلنا الجبن جبن 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 ناكل الجبن بعد جبنايه بعد 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 جبن جبن جبن، او كلش حلو. او ماي جاد اوكي اوكي يا شباب، طبعا انا جيري والله العظيم ما ادري من هذا يطلب المساعده، فخلي نروح نشوف من هذا الشخص اللي دا يطلب المساعده. اي اني اوجا الحارس مالتك، تعال يا الورع تعال ساعدني. اي طبعا اني جايك اسكت يا حارس اسكت، يلا تعال ساعدني والله الدنيا كلش ظلمه، انا داخل كلش هواي. اوكي دقيقه قبل لا اروح لشباب، طبعا اني حابب اقول لكم شغله، طبعا اني جيري جدا جدا شرير. وش سويت البارحه؟ رحت وقلبت لي ايش اسمه الصوره مالت النفق مالتي، يعني كانت النفق مالتي بها صوره جيري، ولكن اني بالحيله مالتي لان اني جدا ذكي، فرحت وغيرت الصوره مالت توم وخليتها بالنفق مالتي ديرت وصوره توم وخليتها ايش اسمه وصورتي اني جيري الفقير خليتها بنفق توم الغني الدايموند، فاني والله العظيم جيري جدا جدا فرحان. او ماي جاد جدا والله فرحان، شوف عاد تجيك المالتي اضحك. اوكي طبعا اني شيء حلو فيها انه اني احب الجبن، وشكو اشي عندي بالجبن، يعني سيف من الجبن، بيكاكس من الجبن، اكس من الجبن، شافل من الجبن، يعني شوفوا يعني والله العظيم انا الجبن كلش احبه، شوفوا حتى الشافل جدا جدا قوي يا شباب، احسن من الشافل الدايموند. اي ولد تعال ساعدني يا ورع على الله يوفقك. اي 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 هسه راح اجي، بس عندي هاي شو اسمه، اي ما اقدر اطلع، عندي هاي شو اسمه العنكبوت اللي جت هنا الله لا يوفقه. يلا يلا خلينا نكسر لنا هاي العنكبوت اول مره، وراح نروح نساعد لنا ذاك الشخص ونشوف شنو السالفه ومنو هذا الشخص اللي خلاه ينحبس ومكان ظلمه ما ادري شنو، والله حرفيا كل شيء ما بتعتمد عليه ذاك الشخص. اوكي راح نكسر لنا هاي الكبوب، راح نكسر لنا الكبوب، يلا انكسري انكسري الله لا يوفقك. اي كسرناها شباب كسرناها، هاي لا هاي يا ناس ساعدوني يا ناس ساعدوني، راح اموت لا اني جيري راح اموت. اي شنو صار اي اوقش انا احشو وياك، شنو صار؟ هاي راح اموت ارجوكم تعالوا يا ناس ساعدوني ارجوكم ساعدوني. او ماي جاد شباب راح اموت، لا راح يفرق، ما اعرف اسمع علي ما اعرف استماع، الله لا يوفق هذا الشخص اللي عاشتني. او كرافتنج تيبل، شنو نقدر نسوي بكرافتنج تيبل؟ ما عندي موارد، ناكل جبن 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 جبن، يا رب اموت لا اني جاري متى. أوه يا ساتر يا ساتر، شنو هذا الصياح؟ والله العظيم دا اسمعك بشخص دا يصيح يا شباب، كأنه جاري وقع في الفخ ومات يا شباب، حرفيا اني توم الخطة مالتي ضبطت وصارت كلش حلوة وخرافية، فحرفيا اني توم الاسطورة كلش حلو، وقدرنا انه احنا نحقق اللي احنا نريده اللي هو احنا قتلنا جيري الورع الغبي، بس لازم انه احنا نتأكد على طريقتنا الخاصة ونشوف من صدق انه جيري مات او لا، فماكو مشكله يا شباب، خلي نروح هسه نحفر النفق مات. اوه عند هذا المكان، اي والله وقع شباب وقع او ماي جاد، وين اغراضه بعد؟ والله انه مسكين يا شباب. اي راح اتصل على الشرطه، والله العظيم راح اتصل على الشرطه، هذا توم كتل جيري، توم كتل جيري. لا شباب راح يتصلون على الشرطه، لا ما اريد انسجن والله العظيم، لا لازم اهرب من هذا المكان يا شباب، حرفيا لازم لا ما يصير اهرب، خلاص راح اخدمه، راح اسوي لي نفق، راح اسوي لي نفق شباب، شو راح اخذ لي نايت فيجن ايرونات ما ادري شنو. اوكي سرير اخذ كل شيء مالتي، راح اسوي لي نفق بعد اللي جوا وراح انقلع من هذا المكان شباب. اوكي دقيقه لازم طق لنا واحده نايت فيجن يا شباب،
لازم احفر كل اللي جوا حتى شنو حتى ما حد يجيلي، ولازم اقفل على نفسي. ها هذا قفل بلوك كبل ستون شباب. او ماي جاد والله اني توم راح اتورط يا شباب، يعني اني كتلت الجيري والله مسكين كان دوما صديقي، يعني حتى اني كنت دوما نتعارك انا وياه، ولكن اني جدا احب هذا الجيري. بس شو اسوي هسه خلاص قتلنا احنا انا. اوكي دقيقه قبل تجيني الشرطه شباب لازم هذا كله نسد بالبلوكات مال كبل ستون شباب. اوكي خلينا نسد بهاي الطريقه حتى شنو حتى ما تجيلي الشرطه يعني. اوكي يلا 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 خلينا نوصل البدرك شباب، راح اسوي لي نفق بالبدرك واصير اعيش بذاك المكان مال البدرك يا شباب. اوكي ذا كله خليه يسد. او ماي جاد والله العظيم انا جدا حزين يا شباب، بس شلون ورطه هاي. والله العظيم انا قتلتني الجيري ذاك اوجا البري، راح رايح متصل على الشرطه حتى يجون يقتلوني ويجون يسجنوني، انا ما اريد انسجن حرفيا ما اريد. اوه هاي شنو هاي شنو شباب؟ ايميرالد ايميرالد مجاني. او ماي جاد شنو هذا حظي؟ لك شنو هذا حظي يعني من اني صرت مختبئ من الشرطه هسه. هاي شنو لك شنو هاي 8 حبات ايميرالد شباب، اول مره يصير لي شيء زي كذا حرفيا شباب، اللي اول مره يشوف له هيك كميه مال ايميرالد. خلي كتبنا بالتعليقات يعني والله العظيم اني اول مره اشوف لي هيك كميه اسطوريه. او ريد ستون لك شنو هذا النفق؟ او ماي جاد يا شباب حرفيا. اوكي وصلنا البدرق او لا؟ لك شنو هاي ليش ما عدنا موصل؟ اي تمام شباب وصلنا البدرق وصلنا يلا يلا هسه خلي راح يكون ان شاء الله هذا هو المكان مال البيت الجديد شباب. راح نسوينا هيك شغلات بسيطه مثلا انه احنا راح نخلينا السرير هنا وراح نخلينا نختبئ بعد خلاص بعد ما راح نرجع للحياه مثل قبل شباب. احنا هسه صرنا حبالكم بسجن، ولكن هذا السجن افضل من السجن اللي موجود بالحياه الواقعيه. يلا الحمد لله وشكر عليك الحال شباب. بس هذا كل الكبل لسه نخلي نكسره حتى تكون عندنا نفق جديد اسطوري. راح نخلينا السرير قالت هنا سوينا كرافتنج تيبل بسيطه خليها بهذا المكان، ويلا هسه خلينا نبقى هنا طول حياتنا شباب. والله العظيم انا جدا حزين. او ماي جاد شباب طبعا دا اسمع اصوات جدا غريبه وكان هذا صوت مال شرطه يا شباب، فسريع لازم انه احنا ناخذ لنا كل الشغلات مالتنا الاساسيه ونشوف شنو السالفه، شنو اكو شرطه موجوده بالمدينه مالتنا لو شو السالفه. والله العظيم دا اعرف. اوكي دقيقه هاي شنو دا اسمع او ماي جاد هاي شنو؟ لك شنو هاي صاير شباب؟ دقيقة ثواني لازم ارجع ناخذ لنا الاكس. هاي وين الاكس؟ وين الاكس مالتي شباب؟ لك شنو هاي؟ هاي ايش دا يصير هناني؟ والله العظيم ما دا اعرف شنو هاي الخشبايات اللي كانت موجودة على اوجا. والله العظيم ما دا اعرف خليني اسوي لي اكس. او ماي جاد يا شباب والله العظيم ما ادري شنو صار. والله سمعت اكو واحد يقول راح اتصل على الشرطة ما ادري شنو. لك شنو هاي؟ او ماي جاد هاي شنو اوجا؟ والحمد لله وشكرا لك الحال انت اجيت وانقذتني طبعا. والله العظيم يا ابو المور هذا توم وجيري خربوا ابو النظام طبعا. انا ما راح اخذ راتبي وراح هسه راح اتورط. والله العظيم اتورطت واعتقد جاري مات وتوم هو اللي قتله، فاريدك تحقق بالامر. ارجوك يا امير ارجوك حقق لي بالامر، منو اللي قتل جيري؟ والله العظيم جيري مات. شنو هذا نفق مال توم وهذا نفق مال جيري؟ يعني جيري مات هنا؟ لا بالعكس هذا النفق مال الديرت ونفق جيري، اما هذا النفق الدايمد ونفق توم. او ماي جاد شنو صاير؟ هاي شنو هذا المقلب؟ او ماي جاد اكو واحد مسوي مقلب بجسمه بجيري. اي توم ارجوك روح دور عليه. او ماي جاد شباب والله العظيم راح ندخل للاول مره في حياتنا لوين؟ الى مخبأ او الى نفق توم الاسطوره. هذا توم لو جاري، هذا مخبأ توم لو جيري. توم اوكي يلا شباب قبل أن ندخل لا تنسون الضغط ولايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الى نفق توم. هاي شنو كل شيء ماكو؟ هاي ليش؟ والله ما ادري يا شباب. هاي شو السالفه يا اوجا ليش ماكو؟ لا والله العظيم تورطت، مات توم وجيري ماتوا اثنيناتهم. لا يا شباب والله العظيم اني صرت هسه اكثر انسان حزين بالعالم.